بحثت في الكتاب لكي أدرس التاريخ، لقيت كله مليان بالهجرات والإبعاد، لقيت خطه مكتوب بحبر من عذاب، من عصفة صحراء طلعنا خلقنا من تراب، لكي نذوق المر لنعامل كالدواب، حمام أبيض اختفى من وجوده بالسحاب، حل محله طائر يسمى بالغراب، يبحث عن فريسة وعن مسبب للأسباب، خانة صحيح السفر لكن فتنا التعداد، بالحسب بالنسب كان مفتخر للأجداد، وماذا الآن جنينا غير البكاء اللي فات، حاولت أصد هد لكن القدر كان، لكن القدر كان، لكن القدر كان، كان كان أقواه، ماشي بطريقي أنا حبحث عن مأوى، مأوى. عثر خطوات لسه مأترف قالب جدي، صحيح العمر فات بس الزمن لسه بجري، الامل لسه عايش صوت بصدى فيها الوحده، نتيجه بحث كتاب هاي تواريخ والكل فكره، صفحه 22 صفحه 47 نهر دموع صفحه 48 في 67 في 67 حرب الأيام الستة في الصحة 87 91 احنا بندافع بنقاوم في الانتفاضة الأولى، السياسة تكسر العظام كانت هي المحاولة، بس لسه كله بصرت في هذه المقولة. شاب يدفع دمه تمن تحريرها لبلاد، كتاب تاريخ حزين خط بحبر من عذاب، مغلف جلده من حجر قدسي والصفات، حكم الإغلاق من قوة خارجية، ها أنا شهد كتاب تاريخ دولة فلسطينية، ذكرت كل التواريخ لما دخلت بالألفية، نصح